يحتفل المغرب قاطبة من طنجة إلى الغويرة مع باقي الشعوب الإسلامية بذكرى عيد المولد النبوي الشريف، ومدينة سلا تنفرد باحتفالات شعبية وحفلات دينية، وخاصة طواف موكب الشموع. تنحتفلوا يعني جميعا بهذه المناسبه، تنخرجوا من هنايا البلاصه اللي تنميتي تصايب الجماع، تنخرجوه تنمشيو به حتى للمنصه الشرفيه، تنستعرضوا ثم قدام الرؤساء وداك الشيء، من بعد تنوصلوا الموكب لسيدي عبد الله بن حسون، ثم تيدخلوا الجماع وتيتسالي المناسبه ان شاء الله. النهار هذا كبير عندنا حنا، يعني كيتجمعوا فيه الحباب والصحاب والعائله، يعني بكل انواع ديالها، صغار وكبار الحمد لله. كيف ما كنشوفوا يعني ملي كنجيو هنا كنشوفوا الاصول ديالنا، الوغ الاصول ديالنا الناس اللي هما كبار اللي تعلمنا منهم الحمد لله، يعني كنشوفوهم دابا قدامنا، راه واحد الفرحه كبيره، وهذا فخر لنا الحمد لله، ولينا الشرف اننا نكونوا مندمجين في هذا الحفل هذا، والحمد لله على كل حال. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.